محمد سراج. محمد سراج اوكي صح. تعال سعود، سعود تعال سعود. لا لا ما ابي مشهد تمثيل بس ابي مساعد بس. طيب كيف اصبر؟ بعندك الطريق امسك، خليك ماسكه زين، لا تطلعه. شوف لا يحذف علي ايه ولا من فوق ولا كذا؟ لا 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 اهم شيء الاسم. اي اهم شيء الاسم يطلع نعم. بسمتها خليني اعلمك، بتي قهوه بقول الله القهوه زين بس ناقصها حلا شوي، اول ما اقول ناقصها حلا احذف كذا. اهم شيء الاسم يطلع، لا الباقي علي ولا لا كذا عادي. انت عادي انت كيف بس لا تطلع ايدك، ما ابي كذا. ما حد ما بطلع مالك تصوير انا. يلا تصوير سناب ولا تصوير الكاميرا؟ عيال الصوت بس. يلا الاصوات يا شباب. ها وجهي طالع الاصوات يا شباب. يلا جاهزين؟ الدله يلا. واحد اثنين ثلاثه. يا سلام على ذا القهوه، والله يبي لها حاله بس عشان تكتمل الدرس. ملاف سويت حلانا غير. الله نذوق الحين اكتملت الجلسة. طبعا هذا المنتج اسمه ملاف سويت، من احد منتجات حلانا غير. طبعا حلانا غير مختص بالحلا والكيك والفطاير، فوق هذا بعد في كود خصم البزنس. قصة آخر شيء. شكرا. قصة آخر شيء. يلا مين جاهز؟ جاهز زي مقطع ما. يلا احفظه، خله يجمع افكاره لسه. انت خلصت؟ والله انا شوف لازم اطمن يعني. شوف اوكي طيب. زين كم باقي الحين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، باقي خمس متسابقين. يلا كيف الفكرة؟ جميلة الفكرة حلوة. اصب لك فنجان. في فنجان؟ فنجان ما نقول لا. طبعا محمد سراج يعني تلاحظ هو فكر فكرة، راح سوى قهوة، ترى صار له ربع ساعة صنع قهوة الآن وجاء وقهواني منها وعشان الفكرة. فأحيانا بعض الأفكار تستغرق جهد. خلك من موضوع الروتين، أهلين أنا جاي جايب لكم شيء جميل.